احد المتضررات معنا الان على الهواء. ايه فندم، اهلا بيكي. اهلا حضرتك. الحقيقه احنا حابين نتابع القصه مع حضراتكم، ونظرا للاحداث الاخيره اللي كانت في غزه يعني ابتعدنا قليلا عن المشهد المصري، لكن اليوم بنعود مع حضراتكم عن المشكله ذاتها. حدثينا اكتر من بدايتها فندم الى يوم الوقفه، ثم تبعات الوقفه كانت ايه معاكي؟ احنا في البدايه لما استبعدنا كنا نحصل باستبعاد اصلي، يجينا علامه واضحه عند الوزاره في العاصمه الاداريه، كنا نحصل باستبعاد. طيب ممكن حضرتك بس تقفلي السبيكر عشان الصوت يكون اوضح يا فندم، اسمحي لي. نزل لنا المتحدث الرسمي استاذ شادي زلطه واتكلم معانا. الأول في البداية قال لنا حضراتكم رصدتوا في اختبار تنظيم الإدارة، إزاي يا فندم إحنا رصدنا في اختبار تنظيم الإدارة وإحنا معانا اللي يثبت ده، طب إزاي دخلنا التدريبات اللي بعد كده وإحنا رصدين في الاختبار؟ قال تمام، يمكن أنتوا رصدتوا بعدين في اختبار في الكلية الحربية، إزاي اختبار في الكلية الحربية ومن البداية هي كانت دورة تدريبية، سيادة الوزير طلع وصرح وقال إن دي هدية للمعلمين. ازاي بقى نتحاسب عليها وهي هديه ومعانا في فيديوهات لسياده الوزير وهو بيقول ان الفيديوهات دي هديه للمعلمين ولرفع شانهم واسترداد قيمه المعلم، وهي مجرد ان احنا بندربكم وان عشان تصحوا بدري تتعودوا على النشاط والكلام ده، ازاي نيجي بعدين ايه يقول لنا لا دي انتوا كنتوا بتتقيموا بناء عليها؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، طيب أنا قال إن إحنا مثلا رصدنا، إحنا كنا بننتقل من اختبار من تدريب لتدريب، يعني الأول مثلا كشف طبي وبعدين رياضي وبعدين هيئة. تمام، أنا حضرتك أنا مثلا أنا وزمايلي ال 14,000 وصلنا لحد الهيئة واجتزناها، وكان يعني كان بالنسبة لنا يوم الهيئة كان يوم مميز ويوم جميل جدا وما كانش فيه أي مشكلة. فاجأ بعدين ان نص زمايلنا 14,000 نزل اسمائهم ومثلا النص الثاني استبعد، طب احنا استبعدنا بناء على ايه؟ والوقفه نهايه الوقفه في الليل، مجرد ما الليل جاء حصل مشكله وبعدين الامن بدا يتهجم على اللي كانوا موجودين وخدوهم اجباري في اتوبيسات او باصات، خدوهم للمكان اللي هيركبوا منه اجباري عشان يفضوا المكان. نعم. هل ما زال البعض محتجز؟ اسمحي لي، لان في عذرا على المقاطعه، في تفصيليه بتقول ان يعني في بعض الاشخاص محتجزين حتى الان، هل هذا الحديث صادق؟ يعني قولي لنا دقته ايه؟ في ناس محتجزين لحد الان. عادتهم قد ايه يا فندم وليه الاحتجاز؟ يعني لو سالته عن سبب الاحتجاز بيكون الرد ايه؟ احنا مش معروف بالنسبه لنا، احنا كنا واقفين وقفه سلميه حضرتك، ومعانا الفيديوهات اللي تثبت ان كانت الوقفه وقفه سلميه، مفيش اي مشكله، ما ضريناش باي حد، ما ضريناش المكان ولا عملنا اي شغب. تمام، اللي هو اتفاجئنا برد الفعل ده ان زمايلنا محتجزين ولحد الان ما خرجوش ومش عارفين سبب منطقي اصلا ليه هم لحد الان محتجزين. بسأل حضرتك عن العدد، لو كان تقريبيا وصل لحضراتكم معلومة عن فكرة عدد المحتجزين. لا حضرتك أنا ممكن ما أكونش ملمة بموضوع العدد، بس ممكن يكون مثلا 8 شباب من اللي كانوا موجودين معانا. طيب ليه هما تحديدا؟ ما عنديش معلومة، هو احنا كلنا بلا استثناء كنا واقفين وقفة سنية. نعم. ما صدرش منهم اي شغب. طيب في نهايه الوقفه حضرتك بتقولي ان كان في بعض الاشتباكات لكن انتهت الوقفه، انتهت على ايه غير الاشتباكات؟ هل هناك وعود بالنظر مره اخرى لاوراق حضراتكم ومطالباتكم اللي كانت في الوقفه، ولا كان نهايه القصه ايه؟ بعدها المتحدث الرسمي طلع وقال في مسابقة تكميلية، المسابقة التكميلية دي عبارة عن إيه؟ عن عيد الاختبارات. هي يقال إن هي اختبارات بداية من التنظيم والإدارة، ويقال إن هي اختبارات الكلية الحربية. طب يا فندم أنا إزاي هعيد المسابقة التكميلية وأنا اكتسبت الاختبارات ومعايا ما يثبت إن أنا اكتسبتها؟ حالياً إحنا رافضين المسابقة التكميلية، ليه؟ طب إزاي أنا هعيد اختبار وأنا أصلاً اكتسبته ومعايا ما يثبت كمان؟
طيب اعاده الاختبار هيكون ايه التكلفه عليكم غير طبعا فكره الوقت والجهد؟ يعني هل في رسوم بتدفع مثلا؟ هل في وقت اضافي بيكون اكبر من قدرتكم على التحمل؟ تمام فعلا كده. احنا من البدايه مثلا انا كنت بسافر عشان الكليه الحربيه. انا مثلا انا وزمايلي كنا في ناس بتسافر قبلها بيوم واللي بيسافر قبلها بليله. يعني انا كنت بسافر من البيت مثلا على الساعه 1 بالليل، اللي هو بالنسبه لنا مشكله السفر. يعني مثلا انا محافظه ثانيه واطلع اسافر في وقت زي ده، هنعيد ده ثاني. وكمان انا اجتزت الاختبار ومعايا ما يثبت ده، ليه طب اعيد الاختبار بناء عليه اعيده؟ بصي معلش انا محتاجه اسال يعني نوع برضو من استفسار البعض، هل بالفعل انتوا استفدتوا من هذه الدوره التدريبيه؟ وحدثيني يعني بصدق شويه، هل بالفعل المعلم المصري النهارده بعد حصوله على هذه الدوره او هذه الاختبارات ايا ما كان مسمياتها، حضراتكم استفدتوا بشكل حقيقي يا فندم؟ بنروح تدريبات في الادارات وفي المديريات، احنا استفدنا منها جدا. كان نتعرف على طرق التدريس الحديثه والاستراتيجيات، استفدنا منها جدا جدا. ممتاز. وكمان تجربه الكليه الحربيه، تدريبات الكليه الحربيه برضه استفدنا منها، النظام والطريقه وكل حاجه والنشاط، كل حاجه استفدنا منها. يعني كانت تجربه مش سيئه، احنا متضررين فكره بس الاستبعاد. الاستبعاد هو اللي يعني استفز حضراتكم، وهو اللي خلاكم كمان تعملوا الوقفة بتاعت أول أمس. يعني احنا متابعين مع حضراتكم، حضراتكم عدتوا الوقفة مرة تانية عند وزارة التربية والتعليم عموما، تفاصيل كتير مهمة حضرتك أشرت إليها في تصريحك.